وجي وين ثوبك يا ابن الذين؟ ما جبت ثوب، البس شيء كاش. انت ما تلبس ثياب انت؟ الا البس من بكره البس. الله يسلم، شكرا لك. قبل بكره بشتغلي بشت وبلبس بشتغلي ثوب ابيض. طيب اسمع، قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف اسمع، والله ان اخليك الدقه، بخليك الدقه. روح البس، حلو البس وكش يا رجل. يجيب والله بعدين بثي زين. لا عدك بثك، عدل بثك. بثي زين ولا؟ اي عدل بثك. اسمع، اروح البس واتكشخ. واضح خلاص. أيوة. شي عيال شيلوا، انا بصور سناب. دقيقه راح انت صقعتك. شباب شيلوا يا الربع، طلعني يشوفونه. انا مصور هنا هنا. كلمت سعود، دقيت عليه دقيت عليه دقيت على سعود. من سعود؟ دقيت على اللوحي. ايه دق عليه دق عليه. شباب شباب نشير، نوصل الشير 2000 مو بشيرين. دقيقة اسمع اسمع، انا بقفل وبشغل علشان النت يكون عندي مضبوط والتكبيس يكون مضبوط. وين بتروح؟ بقفل واشغل. ما عليك، ماني برايح معك بسرعة. انا بسرعه. شوفوا كذا عيال. اي عادل انا اشوفه والله معلق، والله العظيم انا عارف جوالي اذا علق. يلا بسرعه انتظر. خليك جاهز، روح البس. بروح البس. يلا على راسي ملاح وديش ملاح. باخذ حقي باخذ حقي. شكرا لك حبيبي ملاح، الله يحفظك ويوفقك يا رب. والله من اطيب الشخصيات. ايه باشا حبيبي، خلي يوليك. ها يخا، السلام عليكم. عليكم السلام. من يلعب معك؟ انا ايش تبي؟ ليش هو لعب وياي؟ مزاجي، العب مثل ما ابي، نفس ما تسوي انت انا اسوي. مزاج لان جبت من اللي احتمي فيه صح؟ انك حرم جبت اللي احتمي فيه صح؟ العب اخويا. اول شيء مرحبا والله مليون. العب اخويا. يا هلا والله وغلا، اخبارك يا ملاحي؟ تمام يا قلبي ملاحي. اسالك بالله اسالك بالله اسالك بالله في ذا اليوم، اسالك بالله، كبرت في عينك ولا لا؟ وربعك كبرت انا في عينهم ولا لا؟ والله طيح الله حظك، الله يلعنك. هجه شكلك ما تدري، ما شفت الترند انت قبل كم يوم؟ شفت الترند؟ اي ترند؟ تدري اني من جلدت انا قبل كم يوم؟ جلدت لك ناصر والبوير البوير. تنازل عنك ما لعب معي، خايف توه. تدري ايش قلت له؟ قلت الحين اذا بيك خير راح الحين الملاحي وشوف كم بينزل في وجهك. تدري اني صرحت وانا ما ادري ربعك وش بينزل، بس صرحت كذا من راسي. تخيل، تدري ولا لا؟ وربي انك عليك، افا عليك. في اليوم هذا انا سويت معك المعروف هذا. عندك بس حبيبي سعود سم، خلي الصبي ها؟ خلي الصبي مالك يجيب لي جاي. اتخسي وتعقب.
اجيب 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 معك ابن دراج يلعن مدارك. شوف ما تكلم انت كسر عيني الله يلعنه الله يلعنك ابو دارك. وش اللي كسر عينك؟ تو غوشني وطقني ألف طقه بالصحة في ذمتك والله العظيم. يلا يا صبي اشتكي اشتكي يا صبي. انا لا 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 والله اقول اجويد والله انك من العين ذي للعين ذي. اذا انت رجال يا الضاب انزل ما انزل والله ما نعمان. ايه نخ قدك انا ما اقدر عليك مزامة نخ. لا 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 انا قلت لك ما اقدر عليك. انظر خلي سماتي. انا قلت لك ما اقدر عليك ما اقدر. يلا جبت سعود ليش تخاف الحين؟ ليش تخاف؟ العب مع سعود راس براس انت ما تكون موجود. لا لا انا لا انا العب انت لا لا, لا انت ما العب انت اذا انت موجود انت ما العب لان انت سويت حركه. الحركه هذه انا دم ضروسي حتى سعود يعرفها. زين انا لعبت شكل ساعه اربع جولات وفزت علي ولا قلت لك لا لا سعود قول له الله الحين لما اقول لك لما اقول لك عيد تعيد ولا لا؟ بس سعود انا على ويا سعود ثاني دقيقه تعيد ولا لا؟ ملاحي ملاحي دامك حرمه بالبدايه لا تمشي معاي. ملاحي اندلع ملاحي 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 ها رجل معي انا. اذا انت تشيلك عظامك وتجيب فريقك معك هاي نخ نخ نخ. انا ما عندي احد. تعالي انت راس براس. صل على النبي صل على النبي. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم انا ماني مخلي الرجال ذا الحاله. انا هذا معي غبي من قحطان. اشهد يا القحطان اشهد يا القحطان اشهد يا القحطان اشهد يا القحطان. الله ياخذ عقله بتقول احنا عبيده والحباب. هاي يا عيال منو فاتح بث مربعنا؟ ابو مرداع. اجيب لك ابو مرداع. لا 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 وانا اقول لك شيء يا ذيبان اشرب فنجالك. اشرب وينه وينه وين وين ابي اشرب شيء. عندك فنجالك هوا ولا ما عندك؟ يا الربع والله ما تكفون شيلوا شيلوا شباب شيلوا شيل يا شباب. طيب ترى احنا في وجه قحطون تكوا. الله ياخذ عقل. انت لا تصري ذي الاشياء اتركها يا ابن الحلال. الله يرحم جعل ابوك وامك في الجنه. اللهم امين. شباب لا حد لا حد يكبس لا حد يكبس ولا شيء. جمهور سعود وسعود يكبسون عرفتوا؟ اي يشيلون شيء جمهور سعود. منو منو فاتح؟ والله يعزك الله يعزك يا ابن مدرج ورب الكعب صنافي والله صنافي. انا والله اني قلت قلت له انا ما اقدر عليه. قلت له ما اقدر عليك ما اقدر عليك يا سعود الا سعود. يقول لي يد اللي ما تقدر عليها صافحها وانا صافحتك يا سعود. اقول لك عيوني لك واقول لك شيء. سلام يا بن قحطه. يا عيال من فاتح بث ربعنا؟ اطلبك طلب. ابيك الله ليهينك ابيك الله ليهينك. تكفى يا جويد. ابيك تعصب راسك تقول اتجه. ابيك اليوم تعتزي عزاوي. ما عندي عصبه. حمل تطبيق امن. كيف ما عندك عصبه من اليوم تكفوني؟ قولوا حق ناصر ملاح يبي ولا تعرف شيء. والله العظيم انها قويه. ما عندي قطرة. من وين يجيب لك قطرة الحين وانا مسافر؟ تحتذن في القحاطنة وما ادري وين. واخر شيء لا عندك لا قطرة ولا عندك لا عصبة وعد ولا عندك. انا البس لك ثوب بكره البس لك ثوب والبس لك قطرة واقعد لك هنا. انت ذكرت بقولك اللي جنب المربى. تكفون يا عيال عمي ولا يفزع معها الرجال. اخر شيء اقول اسمع من انت اسمع اسمع انت تحتذن في القحاطين من يوم تقول تكفون يا بني عمي. لا عينت ايش يقول؟ لا نثبتنا قحاطنا حبيبي بدر. ابي زي كذا ابي زي كذا. باشا قضي لا لك غير اللي جاي. ناصر ناصر ما انت بناصر سباعي؟ لا 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 ناصر روبا ممكن تشوف ترى
خايف شباب شيلوا كله خايف شيلوا الشير 3000 ما يصلح الشير يمين بالله انا قوي العب يا جارح العب يا ابن عمي يا راح الزود يا راح البل عيال توقعاتكم المباراة هذه اعطونا توقعات انا عندك احطان انا عندك احطان تقول لي توقعاتك المباراة ذي ابن مدرد ابن مدرد هاي هاي ابقى اركب السيارة ابقى عقد ابقى اسوي تحديثات عند الدوار ابي عند الدوار احفظها هاي حبي يا فواز مبروك 44 هذا هو ناصر ناصر السلام عليكم ارحب ناصر ناصر هلا تحدي قوي انا وياك الفريق اوكي العالمي من الاخير ابو محمد علومك بخير جويد كيف حالك هلا اخوي ناصر كيف حالك طيب جويد ليش تخاف من ملاحي دونك داني يقول لك انا فجل القحط من متى يخاف من متى يخاف ما خاف يا قحط من متى يخاف ها لحظة كابتن كابتن متهاوشين قبل لا اجي قل اي لا تدخلني بالسالفة كذا اي متهاوشين احنا كلنا متهاوشين من متهاوش انا ضد الملاحي ملاحي سام عطني احكامك من الحين وتطبقها انت وناصر انت ما عندك حصانة ما الحين اقول لك انا ما عندي شيء شير الأحكام أول ما تخلص الجولة شباب تكفون ناصر عيوني التكبيس أعطيك يا من الأخير قول إيه يبي تصريحاتك هذه أقسم بالله العظيم يا كومنت اللي عندي بعد ناصر أنا الجولة هذه أبيها أول مرة في حياتي يا ربعي أخي نايف ربعي كومنت يا كومنت أنا بحييك يا لطيف أبي أنا معتزم بسعود وسعود وقايم كفو يومكم يومي يا شباب ولعت يا جماعة ولعت شير 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 يا شباب كومنت وأنا أقول لك أبا أقول لك كلمة يا ملاحي أنخذيتها عذر أنك أنت ماخذها إلا بصعوبة لا أنت ولا ناصر شير خذها مني شير ترى اللي بالفيديو بالسناب يحبك يا سعود أقول ونعم ونعم سلمني عليه تكر الله يخليه لك تكبير يا 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 جو جويد راح تقول للتنادي اعصب راسك يا مالش كي حمطلق ملاحي اطلق احجاج كومنتك لا يجي عندي ويقول لي تكفى ترى شعري بيتقطع قسما بالله اطلق يا جماعة الخير شير شير اقول لكم شيء بحياتي بالتيك توك ما تكفى نبيها والله يا عيال قريب سنة في التيك توك اول مرة اقول لكم تكفى نبيها يا الربع انا ما نبقي لكم تكفون انا اقول لكم ابيها الطناخه تكفون ما نبقى لها لكم الا في شيء كايت جبل متي ارحب يا قحطان ارحب يا قحطان ارحب يا قحطان حي حي يا عيال شير 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 وصل شيرات 20,000 أنا طالب أجوي ذا ينشب أطلق حجاجك أطلق حجاجك والله لا طلقة والله لا طلقة يا قحطان أبن مدرج حاي حاي تمام أبي التكبير دائما جذبك التكبير تكالب المعين فن عيال العودة واصحاب الموادي فالعظمة تكبيس يا شباب تكبيس 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 ما هدبل ما هدبل ما هدبل يا شباب
هاي عينك، هاي عينك يا ماجد. اقروا لي اسامي الدعمين يا عيال. طبيعي يا ربعي شرب السعد حي هاي يا قحطان هذا حكاية حي ابشر بالسعد ابشر بالسعد ابشر بالسعد ابشر بالسعد ابو العم ابشر ابشر بالسعد ابشر ابشر ودها تمام هاي 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 يا عيال يا شدو مع الدبل هم يا بني مع الدبل يا لا توهق يا الغشيمة مع الدبل مع الدبل لو بغينا شيء ما نعطيك الوجه ولا ندح مع الدبل يا شباب الدبل 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 لا يجح من الدبل يا شباب Hey!
الله وجهك الماده وافيه وانت وافي ومجمل التمساح حي والله عينك حي والله عينك نجلة حي والله عينك حي والله بن خالد حي حي عينك ماجد حي حي راشد تكون اضافه اضافه بس ابي اضافه للريد اول قاتل دي قحطان قحطان الوفا قحطان حي قحطان حي قحطان حي 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 قحطان حي يا عيال يا عيال جعل ابوكم في الجنة والقايل لك انا ملاحي انت ناصر ما نبي اي لكاعة لا تطلبونا ولا نطلبكم كم انت سالفه غفاز يا اخي ما شرب فنجالك انت وياه يكون موجود في اللايف ولا موجود عند الدعم ما زبنت الا عند واحد كفو ما زبنت الا عند واحد كفو شرب السعد من الدعم اللي حصل ايه خمسة يعني الاسد في عن خمسة سود عيال الله بيفرض ما بيه الله يطير شباب احصف اخو محمد اخو محمد يا باقي يا تكبيس يا شباب تكبيس يا عيال ابي تكبيس تكبيس يا رجال اي والله ما ابغى الفاصلة ما ابغى الفاصلة الفاصلة انتهى لا جذب الفضرك اضرب يا عيال ابي ما حد دبل ما حد دبل والله حفلة قبل العزيمة اي ضب كده كده يا ملاحي ملاحي كده ناخدها طف 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 نخ 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 يا ملاحي نخ نخ يا ملاحي نخ انا غفاري بعد خمس دقايق غفاري بعد خمس دقايق غفاري وانا قده التكبير خمس دقايق التكبير اخذكم على الخلاط على الخلاط على الخلاط على الخلاط يا I'm
عاد انا حبوب تطلبك ولا لا يا جويد؟ يقول لك انا بلا حياتك احتزم لك فنادي وانا بن محمد. يا سعود يا سعود اسمع، كل قوي في اقوى من، وانا اعتزمت في قحطان والله ونعم. هاي ايش قوم مكانك اكن وجهك انا. هاي ناصر بيض الله وجهك، بيض الله وجهك وافي اوف، بيض الله وجهك. مني مني يا الربع. سلام يلا حيو يا هلا. لحظه لحظه سبايكي الله وجه فوات ملاحي سعود، ما اسمعك ما اسمعك سعود. ملاحي ترى شو اسمه سبايكي، ترى ملاحي ايه عليه حكم من سعود، قال بطلع وبدخل. ارسلت لي انت قبلتك؟ لا مره ابد ابد مره خلصت عاد عاد تبي انا اطلع بطلع؟ لا 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 خليك انت عليك حكم. تعال تعال طيب يلا يلا مو شيء يا بعد قال بجيك سبايكي. جويد راح سوق ثاني يا والله جيك تمساح سبايكي بجيك. ها التمساح فواز شو يقول سعود؟ سعود ما اسمع سعود. سعود ما يقانك ما يقانك. انزل وسط نا ابي 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 ترى ما اسمع سعود ولا اسمع جويد يا اخي. والله يا انقطع التحدي يا اخي، ابي اذكر اسم الرجال يجي تكفى. راشد وفواز ورحال و ايش اسم الله ايش اسم ال ارسل ملاح يرسل له. رسالته ما قبل. قد حب ما عندكم صوت. سعود ما قاعد اسمعك الحين. تسمع الحين واضح. انزل ودز. انا تسمعني؟ دقيقة دقيقة بيض الله وجيكم. فواز رحال ابي انطق اسم ونجله والتمساح وسرهاد وماجد ايوه تكفى وراشد وينه كلكم مستر. بيض الله وجيهكم سعود. سمعوني ابن احكامك سعود. سمعوني من الاول. سمعوني اسمعك اسمعك. ايه هذا ما اسمع يا سعود. انا بنزل بنزل وجيهكم. جويد انزل وارجع. كل اللي دعموا بيض الله وجيهكم. ما اسمع جويد يا جماعه الحين. الو تسمعوني؟ اسمع جويد. ما انت بتحكم عليه؟ انا عند عندي ملاحي. لا والله انا ابي ملاحي تكفى ناصر. والله العظيم احترم. انا عندي 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 ملاحي. ما اقدر احكم على ناصر والله احترمه. والله احترم ناصر الحين. لا ايش دعوه عادي احكم. ما فيه ما فيه احترام ويسوي بسيطه بسيطه ايش دعوه ترى ترى ما عليك منه. لا والله العظيم بليست. لا عادي عادي ناصر الحين احترم ناصر. والله العظيم الحين ابي ملاحي اخذ ابي اخذ حقي من ملاحي. شكله معجب في شعرك يجعلك السلام. لا والله انت ولا سعود والله عادي والله. تعطيني وكاله يادك بس جب وقع. لو وصيك على وقع شوي شوي على نوصل يا ذا الوكالات مع سعود ما تخلص. وقعت وقعت سعود وقعت روح وقعت سعود وبصمت بصمت. هذه ثالث وكالة ارفق على ناصر. ايش دخل سعود ثالث وكالة هذه؟ اي والله الحكم الاول ملاحي. وش حكمت؟ ملاحي ملاحي ضايق والله. من يضيق في شيء ابو عيسى؟
يا ابو شيك سعيد زعلان مني زعلان مني اضحك يا ولد بس علي مساء ما زعلت انا زعلان علي بس بقول كلمه واحده اقسم بالله العظيم يا عيال اني بالجوله الحين ما عندي مشكله ابي الجوله انا حطيت الجوله هذه خلاص قلت له بالله والله يفصل صدق والله 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 العيد روح اضيع كلامك جوي جنو راح يا ولد خليها تولي يا ملاح يا راس مالها جوله خليها تولي روح لا لا خل خل اسمع بس بقول لك كلمتين دنيا صغيره مساء زحفت يا مثل ما حين اخذت حق الرجال يقول لكم دنيا صغيره ابي ذله مثل ما ذلني ابي ذله مثل ما ذلني ذبحني الحكم الاول يا الصلعه الف طقه بالصحن مثل ما طقيتني الف ثاني شاور خمس دقائق بحسبهم لك بالوقت انت ثاني ما تنزلت علي الثالثه الثالثه تسوي لي قبضه خمس دقائق قبضه اهله يسويها هو دائم يجعلك تصلى الله يلعن كب كب سعود امر عليك اي والله تموت ناصر برا الحسبه كيف يعني طالبك لا والله لا والله ابو محمد اقول لك شيء سعود دائما ما بيني وبينك احكام هالمره بالذات احكم تدري ناصر الكل يقدره ويحبه وانا من الرجال اللي احبه يا بعد قلبي والله التلميذ في مدرستكم زين ولا لا ف ناصر ما هو بغريب يمون علي انا ويمون عليكم ولو أيه بالله ما تعجبه بيقول والله ما تعجبني ابو محمد ما انا مطبق عطني غيره لا ابد اسلم 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 والله اني اعطيك احكام بسيطه والله اني رجال اسلم عرفت ولا لا اسلم توقف لي طعمه خمس دقائق كلها كامله بس الثاني الثاني قطع السماعات الثالث الثالث يا سنايدي سعود القبضة مع ملاحي سعود شفت هذه السماعات الايفون اغلى من سماعات الايباد هذه ما تنوجد والله هذه والله شوف سليمة حقة الايفون والله لقطعها لا والله ابي اللي على اذنك اقول لك والله لك على اذنك حقت ايباد على اذنك ما ابي ايباد ابي والله يعني. حقت ايباد سعود وهديه من مشاري العتيبي والله سعود. والله انا هديه يا حبيبي هديه وما هديه انا ما سعود ايوه طيب هلا الجوله الثانيه احكام مفتوحه تحكم ما يحكم يدك براسك هذا طلاق ما ينقول ليش اعطتني الجوله الثانيه احكام مفتوحه لا ما على كيفكم الحين اقول لك انا احكام مفتوحه انت اعطيتوني احكام انا ما ناقشت ولا شيء خليت احكام ترى انا الاحكام هذه نعطيكم اياها ترى حق المعرفه انا جويد حاكمني اسمعني حق المعرفه ترى اعطيتك حق المعرفه خلص الجوله اذا خلصت انا بحكم جويد اسمع طيب اصبر اصبر حلقه شناب عيب عليك جويد انا اسمع انا احكم 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 غدا ضبع عطيت احكام طيب مثل ما عطاني بس زدت امها على شنب وما ادري ايش اقول لك شيء على الصدام انا عنده في وجه سعود على الصدام من زمان هي انزل نخ نخ انزل الحكم سمعت اللي على اذنك يا ناصر ما ابغى حقك لا بوقف بوقف بس اصبر اصبر زين وش الجوله الثانيه شلون لحظه فهموني انت احكام سعود انا مع جويد يعني انت بخاطرك جويد يا واد الرجال منغبني ابن مدرستك خلاص خلها جولتين ملاح يا ملاح اخي ثلاث جولات اربع جولات خمس جولات ما عندي مشكله يا عيال اول مره اشوف ملاحي كذا يا الربع اقسم بالله العظيم اقسم بالله اقسم بالله انا اول مره بالبرنامج التوك توك جوله دش مزاجي ابيها اعطيك مياه من الاخير واقول لك شيء ملاحي عن اذنك يا اخوي انت وناصر هيا قحطان هيا قحطان هيا قحطان رد عليه ملاحي رد عليه خلك رجل واحتمي بكلمتك هذه انا رجال بدني انا سعود رجال انسى شوف ملاحي يلا بقوم اطبق حكمه تم يلا
سعود والله انك كنت تلعب ضد اثنين، والله العظيم سعود تلعب ضد اثنين والله. يا اخوي اسمع، احنا اخوانا حبيبا معلش. والله تلعب ضد اثنين والله انك اطلق، اقول اطلق احجاجك وانا ابو محمد. طلقته شفه ها، طلقته شفه شفه. ايه حي على حرام، ده تعذيب من العنوان. تبي سامحك انت المفروض، قال لي تبي سامحك، تبي سامحك، قل لي سامحني واسامحك، قل لي قل لي ملاحي. والله ما تقول له يا ملاحي. جويد شيك على ملاحي جويد، بيني وبينه حرب، مبتوم تخلص ياخذ على من حل يطريق يا ما بن هادي، يا ما بن هادي، يا ما بن هادي حتى لا يتبع نفسه ياخذ الجزية على ليس كل حدا أجمنا تسعد عام من على من كل مع الدبل مع الدبل مع الدبل والله. شدوا مع الدبل. ارحب ارحب ارحب. الجوله اقول اطلق احجاجك، اطلق احجاجك وانا ابو محمد ما عليك، اطلق احجاجك. صلوا على النبي. رجال بي غلط، رجال بي غلط، الكومنتات اللي توها داخله جدد يا الدبابات اطلعوا برا. علمتك انت وياه، لا حد يسوي على باله سايق ام الجنان وانا صايدكم من زمان. ما لكم دخل يا اخوي، ما لكم لزوم، الدبابات اللي دخلوا يضربون الباب. يلا يلا ارجعوا يا قرب الشغالات، ولا اشوف ولا واحد على باله يدخل بيني وبين الرجال اللي انا العب معه. ترى ماني بيبت اسكت احسب اشوف الكومنتات واسوي نفسي سبيكه، لا. والله عيب، لو خطنا متقدم ذا ولو خط مش فيها الرياجيل تغامر بعمارها وتروح يا مال الشحم. والله اما الدبابات اللي تدخل على بالها سايقين الجنان علي ترى ماني بحبها. ارحب يا ابو مسفر ارحب. لا تتبك يا اجويد، طلق احجاجي كل الرياجيل يا اخوي كفو. واللي يا اخوي ايش اللي ايش بينك وبين بينك وبين الرجل حور؟ لا هرب. Take this!
تكبير تكبير. الجولة الثانية يا رجال، الجولة الثانية. حب مماس حي عبد الله يا يلا كلنا حب. ابي الجولة الثانية، الجولة الثانية، الجولة الثانية يا رجال. ابي الشير الشير لا يبرد حجة ملاج، لا يبرد حجة ملاج. ما عليك سوقوا هرمة، سوقوا هرمة على الأقل بسكور على انطلاقنا. أصف فنجاني وحي على المفقر داني، أشوف ذا الصف اللي قدامي إنه أشوف فنجاني وأنا أبو محمد. أطلق أحجاجك يا جميل كثر ويفهم كلهم كثر. أبي الشير يا رجال. يلا تخلونا أحد بروحه، كلكم مع بعض، كلكم مع بعض، لا تخلونا أحد بروحه. أبي الشير والله شير البس. يبغى أوديكم من دعم النجلة كلكم كبسوا واحد وعشرين ألف. خلوكم مع بعض من كل شيء على الدعم، خلوكم مع بعض. تكبيس تكبيس، أقول لكم الجولة هذه أبيها. شوفوني بميت. ملاحي ملاحي اسمعك سعود. ملاحي انت وناصر، الناس اللي تدخل ويكتبون فلان ولا يثبون احد هذول دبابات، لا يمثلوني انا يا سعود القحطاني، ولا يمثلون ملاحي، ولا يمثلون ناصر يطول العمر، ولا يمثلون الرجيج اللي معنا. الدبابات اللي طول عمر ماشيين على خطط، والجروبات اللي يرسلونها لا شافوا رجال يدعم تهاجموا على انه من فلان لا يعقب. الخطه مكشوفه مثل ما انتم تشوفون. انا اتكلم بلساني انا باسمي وباسم ربعي وانتهى. وادخل الجوله الثانيه وتراكم على الصدام. رايتك يلا يا محمد تحياتي. ترى ما ياكلون معنا عيش يا ريجي والله العظيم. شباب تكبيس 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 اللي كانت بغبكم بيصير. روح تكبيس يا شباب تكبيس تكبيس وشير تكبيس وشير. ما عليه والله ما عليه. يا شاعر القرقاح بن فراجة يا الحر العدم يا شامخ يا شدو سلطان. اهدى من باقته في اخوت واتساب لسار وسود وببجي لسان. القم حمل التطبيق واختار باقتك الان. تكبيس يا شباب والله حرام عليكم يا شباب تكبيس. من عابده والعابدي على العليا يا سعود. حب يا سعود حي والله العظيم انه عارف انك كتاب ومسمع والله العظيم. العابد خوته يلزم ويلزم يفور في خويه للتغاب الجهنة والزلال سل من يكسب على لا شر ولا شر حشار ما تعرفت العرب قبل نخلك في الحياة. الدبل الدبل صدق اضرب على الجبل ما جاك عندي اضرب على الجبل انحاا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 ا
هذا العرق وتنكم قاعد الحين يسوقون على سوق وايه ما عليكم ما عليكم ما عليكم دينك يا شيخ على انطلاقك ما استنى مع الرجال ابو فايل هاي طول كم يلا ابو فايل ستيشن لك توصيل يا نفع عيونكم هاي رحال ابيض وجه طوال بيض الله وجيهكم كب ابو فارس بابا نويل هاي كلكم بيض الله وجيهكم بيض الله وجهك بيض الله وجيكم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم لكل اللي يقدموا قبل شوي ودعموا ان كني فايز والله العظيم بيض الله وجيكم 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 اقسم بالله حي والله عيونكم لا اله الا الله الحين تسمعني اسمعك الحكم الاول سعود أنا ما أتدخل بحكم سعود خلال. عندي سعود عندي كلكم إيه لا أحد دخل الحكم الأول قدام البيت الحين شارك موس كامل الحكم الثاني 10 بيضات بكشرها تاكل ما عندك تروح تشتري الحكم الثالث قدامنا الحين 2000 طقة صحن مو تحط لي على جنب اتلف راسك قدام الكاميرا تعدوا انك انا مسوي عملية ومن ساعة سويتها غاصب بس بسوي مغلق. مو ذنبي انا مو دكتور وش العملية وش عمليته وش عملية زراعة زراعة عملية هذا ميجا ها مو مية قاعد عدياك 55 نشب له يا ولد قهوه مو 100 ملاح والله العيد يلا كمل اعلم عليك قدام العالم اليوم كمل وش حكمك يا ناصر يا مرحبا يا ابو محمد اسمع ايه ملاحي ملاحي كمل طقيت ارحمهم في الارض يرحمكم الله لا لا خله والله اطلع برا الموضوع سعود 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 والله العظيم شوف انت قاعد تلعب ضد اثنين والله العظيم وانا اسف والله لا فيك الخير والبركه لا لا والله انه بيجي لي لا تصغر نفسك يا غبي لا تصغر لا لا فيك الخير والبركه امون على سعود انا فيك الخير والبركه وجودك سكور الحالة يا جويد ترى دائما الرجال يضرب وينضرب الله الله احتزمت حاولنا ولكن لا لا اليوم ضربتك 3 مرات كمل ملاحي انا بخليه يطبق اخوي 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 طلع سعود بخليه يطبق بخليه يطبق ولكن اسمع بتعيد 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 سعود تبينا نحرج مع العالم هذا احنا مسوي انحرجني العالم اما بالنسبه لي انا لازم اطلع يا الربع هذا انحرج سعود مع العالم ما قلنا شيء حكمي عليك يا سعود طبق كملت بس خلنا عشان الصوت يا رب 2000 والله بدنا الفجر بكره هذا 200 ها أقسم بالله العظيم أن 124
كم 200 كومنت ولا حد له دخل تمام ما حد له دخل اللي دعمهم من عليهم كلهم ما حد له دخل اطلع منها لا لك لا ناقه ولا جمل بالموضوع سعود طب كم لا 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 سعبيك تعال تعال 160 توني تحديها ابو محمد شنو سام طلع توني جوني ارحب ها كمل حاول سعود جوني تحذير طيب شوف ابغى اقول لك شيء تبي تغير حكم غيرك كم نزل لك من شوي سكور نزل لي مليون وش عطيتني حكم وقوف صح انا نزل لي 300,000 في شاعر عتيبي اسمع يا سعود اسمه عكاش العتيبي تدري ايش يقول ايه يلا يقول ما يجعل الاحرار مثل المماليك الا معاريف الرجال ببعضها سمح الله معك وجهك لا لا انت قاعد تقطف ما ادري طيب انا ما بيحرج الناس اللي عندي ابي اطلع وتبي تلعبون راس براس كيفكم الله يبيض وجهكم طيب الله لا يهينك يا ناصر شكرا شكرا حبيب يا ابو محمد حبيب يا والدك الربع كلهم اللي دعموا بيض الله ورحم الله والديكم ليش تحذير ليش تحذير يا جماعه على من التحذير عشان انا بالصحن قلت ده تبي حكم رابع اعطيك حكم رابع ما عندي مشكله وش عندي انا عشان الصحن ملاحي ملاحي معلق ولا يكلم ولا وش ايش فيكم كلكم ثلاثتكم سكتوا اوه هلا هلا اخوي ناصر جويد كان عليه محكوميه يا رجال ابشر ابشر يا جويد ضفتك انا هلا ناصر هلا يا عيوني انت يا قلبي قل لي اخونا هاي صدق يا ملاحي ايش فيك ملاحي اخونا هاي صدق ملاحي سعود ها ادلف ادلف طبق لي حكم يلا انا قضيتي عند الشخص هذا اخويا اخويا عنده حساب ثاني راح اطلبك اطلبك حاجه من لاهي علشان خاطري كم اخر كلام للرجال ذا طلبه مطلوب الرجال الرجال ذا جويد ترى ادري انك طيب عطني شيء علق انحضر بعد اخر كلام والله انك تبند كم انت عندي وقف بعطيه اعطوني حاضر واقف اعطوني حاضر في حسابي الثاني بعطيك حكم قدام كلهم طيب ربع انا معلق سعود ناصر تسمعني شاور معك اخذ شاور معك يا ناصر كومنتي وقف ما يتحرك شيء عندي يا ربع انا نص وجه معكم اطلع وادخل تكفى شوف نص وجه يا دابع البلا زين بس نفذت انا نص الحكم يا ملوحي عطني اقل كمل 2000 انت نفذت لي 162 بس اعطوني حاضر طيب رزقي يا ملوحي انا قلت لك انه حاضر ذا من ساعه هذاك حسابك احتياطي هذا حسابك الاساسي زين بس ذوك اقوى الحساب عندي ذوك اقوى صوغ والله طيب ملاحي روح اخذ شاور اوكي ملاحي شاور خلاص اوكي كم طقيت 162 صح روح اخذ شاور 8 دقائق 23 ثانية بس على كل طقة ثانية نزل تكفى جوي سامحني يلا سعود انت علمك مستواك
اعلمك مستواك جيد. يلا دقيقه خلي يتكلم عليك قبل. انا الحين قدام البرنامج كله اشهد البرنامج كله الحين راح انظف جيد. يلا روح تسبح. لا لا يلا وش تبي قسم بيت الله ان انت مثل الجبل وقفت وياي وقفات خليتي خاف مني ملاحي. تكفى ملاحي تكفى اوكي تكفى. بس اقول لك شيء وغب الكعبه يلا 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 روح الشاور. يلا دقيقه ملاحي الحبايب انا طالبك يتروش ثلاث دقائق والله العظيم مطلوب طلبه. بشوفه اذا تنظف بسامحه ثلاث دقائق علشان انا طالبك علشانك والله اخوك اذا شفت تنظف طالبك فيه. صباحكم الله بالخير. هلا والله بعد هلا ابو محمد هلا ابو عيسى هلا مرحبا. انا طالبك سعود اول واحد يبارك مبروك توب 1 الاسبوع اجحدها تستاهل على بحرانك تستاهل يا ابو قحا والله العظيم والله انك تستاهل. خلي السؤال هذه كلها على الجنب والله العظيم انك تستاهل وكلكم فيكم خير والبركه والله انك تستاهل يا ابو قحا يا حبيبي ملاحي سعود انا اطلبك اخوي اطلبك لي اخوي لا تدخل دقيقتين المدرب تطلبه اخوي انا قلت اذا شفت صار نظيف بسامحه مستحيل يا جماعه راح تسامحه ابد ابو عابد معانا ويشهد انه صار نظيف ملاحي باشا هذا حق سعود انت يوم قرب على ملاحي ما فزعت لملاحي ليه تفزع لجويد الحين ايوه ترى دقيقه حط شامبو جويد حط شامبو والله انك منتظر لا تتكلم اخ يلا رد في شاور تقوى خليني غير نانسي هذيك شو اسمها واخيرا شفته يتروج قاعد عندي اسبوع ما عمره تروج ايوه بالبرنامج نفسه يبينا ننظف نسبحه حياه الله انا علمك تسبحوني امس تعال حي عيالك ابو عيسى حي عيالك قول فعل والله انك قول فعل قال ابي قال لك ما بالجوله يا اخي لما سمعت كلامه سعود لو تبي نفتح عينك حتى انت حكم يا سعود عيوني لا يلا كمل ابشي امسح الثياب بالماء يلا سعود تقول له جيد تقول له جيد اطلق حجاجك كذا طلقتها قاعد ذكرني كان مع العيال اول في الاستراحه اللي ينزل ها مع الشيشه حبشي لا طلع راسك خله بالماي والله جيد اخذ شاور عدل وذا شنو وانا قاعد ابي ما ينزل على وجهك خل ما ينزل عليك يلا ما عليه جويد يوم لك يوم عليك مو كل مره لك يا جويد حتى الماي مستغرب شلون شلون الماي يصير بني هنا ملاحي بيفزع الله يجعل اخوك بالجنه الله اللي في قبره بعد ثلاثه إذا طلع برا التحدي خلاص سامحته. واحد. والله بحق. ثلاثة علشان أسود أنا سويت الحركة هذه. يلا كمل عيل. ليش دخل شباب؟ أما ردت سعود والله طلبني رد ما طلع. ليش طلع؟ لا طلع من التحدي يقول يطلع من التحدي يعني يزبط. ليش طلعت حبيب الحكم؟ ما يسمع الموية داخلة بالإذن الوسط. الحكم شو تقول؟ ما يسمع انت توي يسمع اطلع قلت لك اطلع من الجوله سامحك غير ادش داخل شغل يلا لا ارجع باقي 7 دقائق يلا 7 دقائق كيف بس انا بتقطع قلبك الله يرحم والديك انا في وجهك تكفى انا بدارك اقسم بالله العظيم لا قالك تكفى الرجال قالك تكفى انا طالبك خلاص والله العظيم حلو انا بوجهك طول لساني علي مره ثانيه اجوي تعال بيك امشي خلاص ترى ما حد خلاص اسمع جويد علشان سعود عشان ابو عابد علشان جمهور سعود علشان جمهور ابو عابد علشان داعمينا كلنا احب اقول صدقه عنهم كلهم لك جويد خلاص سامحتك الله لك وسخه بالله خلاص سامحك يا جيد خلاص اطلع جيد انا سامحتك انا سامحتك اقول لك شيء والله يا جيد ان بيك علوم مرجله وانك فاملها
هذه الصملة والله تحسب لك. اي والله تحسب. انا اقول لك شيء الحين، انا اقول يا من انت زهمت فوق حطان والله العظيم، وهذه مرجلتك ما خلت رجل تصدق لك، هذه لحالها تكفي. بعدي خلاص جيد جيد سامحك يا رجال، خلاص الدم بيصل اركب. خلاص اطلع، قل له قل له الدم بيصل اركب، اطلع خلاص. يعطيكم العافيه على الصدقات اللي سويتوها حق جوي. بيض الله وجهك. تخسي وتعقب والله، تخسي وتعقب خطف علي. يا قهر يا عيالك، الله يحطني بيدك. جويد انت جاهز يا جويد؟ والله اني جاهز العب 15 جوله ملاحي، تراني جايك محتزم يا ملاحي. ابشر بعزك. لا ما راح العب. عقب مو خايف، كان موجود خالد، موجودين شباب كلهم، بس ونعم فيهم جميع. ما منحرج والله ملاحي. شوف سعود، راح نسوي صدمة العالمية، أنا وياك فريق ضد جويد وعابد. خلصي يا والله جولة تكويس، هذه جولة تكويس، هذه جولة تكويس. هذا جولة تكويس، هذا ما يحتاج زعم خلاص. والله يا عيال، والله والله يا جويد هذا أنا أقول تحفة. بطل بطل جويد هذا. ترى قوي والله، يعجبني صملته. قايل والله قايل له يا سعود، يا اول ما اول من دخلت معاه البرنامج انا قلت له والله، قلت له انت لو تستمر على هالشخصيه هذه والله بتنجح. صدق والله رجل بطل. تدري ايش مشكلته هو؟ بس يا طيب ودك اذا لعب مع احد ودك انه ما يطول معه. صح صادق. يطلع يا ولد مع بنات، البنات كذا جالسين ما عندهم كذا، يجلس معهم يسولف ثم يهبط ينزل جنبه. بس سعود ترى ما في قصات مثل اول. هو عيبه قلت عيبه بالقصات شيء واحد جويد يطول. لا اذا دش مع بنات، لما يدش مع بنات بث يموت خلاص، هو يموت. هو لا لا هو جوه مع الشباب اكثر. اي ما ينفع للبنات، يدش مع البنات يذبح نفسه. صار بطل جويد، بطل كبير يا جويد كبير. اهم شيء خسرت التحدي بس ما خسرت المعركة يا جويد. المهم والله العظيم انك تستاهل النزال لك يا ملاحي، وانت سعود ما قصرت. والله العظيم اني فرحون قسم بيت الله. الله يغفر. في كلمة قلتها، طبعا سعود يعني اخوي ما يحتاج يعني. قلت احتزم بسعود حلو؟ واجيك صح ولا لا؟ احتزم وصدقني. سعود ما قصرت. وجيتني وخذيت الجولة صح ولا لا؟ اقول لك شاي. لو تقدمني 100 سنة بحتزم بسعود. شد بس سعد. عد الله يرحم بطل. زين وانا تحتزم فيني ولا لا؟ وانت احتزم فيك حتى. بس انك انت من تشوف بنت الدوخ تقلب علي، خلي يرجع حق المقاطع القديمة. ماسك ماسك مقاطع. ثلاث ساعات تخيل، من يشوف بنتي دوخ يقلب ضدي ويجلدني كله زي كذا. تخيل ثلاث ساعات كله زي كذا. انت ما يحتزم. وانا جيد، وانا تحتزم فيني ولا؟ والله ونعم. بتلعب وانت خلك رجال والعب، لا تخاف يا ملاح. العب ملاح. ايش يقولون نخاف؟ استحل وجهك جويد. والله العظيم والله ان كلهم موجودين فوق، بس اقسم بالله العظيم اني مستحي والله. جولة حبية ترى، يدعمون دعم محبة يا ملاح، ما نضغط على حد يعني. ما حد داري. والله صدق يعني ما نضغط على حد. انت شوف اقول لك شايف، والله العظيم من يوم نزل يونيفرس خالد عرفت اني بنهزم ورب الكعبه. جوله حبيه خالد، العيال كلكم واقفين والله العظيم. تكبيس يا تكبيس الله يهديك. والله اقول احتزم للتنادي. صرح غدا صرح. اقول تعجبني.
رحاب يا خالد خطر متقدم سد حلقك يا جويد جويد خطر متقدم سد حلقك شباب الله خالد ذبحنا ما شاء الله الله يزيد الله يزيد اسعود 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 انت قلت القانون بداية الجولة اللي خطه يتقدم من فريق ثاني ما يشاء شيء ويسكت من حط القانون جويد فريق قاله ادبل الرجال ادبل ما هو محتسب فيك خلاص خليكم قد الكلمة لا تكلمون شلونك يا ابو شلونك يا ابو عابد لا تكلمون بخير يا حبيبي لا تتكلم شلونك لا تكلم لا تكلم لو سمحت والله تمام شو الاخبار شو بدك تسمع يا ملا لا لا ماني شوف جيد بالله صب لنا شاي اي والله صب حق سعود بعدي انا لا تسمع صوتك سعود لا تسمع احترم النظام 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 لا ما قال لا لا والله والله قال جيد والله قال جيد ما قلت احلى منك ما قلت يا جويد ما قال يقول ما احلى خليه يحلف يا سعود خليه يحلف ادب الرجال ادب الله ما عليكم لا انت ارحم 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 يا بعد روح يا ارحم ارحم على الدبل على الدبل عندنا مواشي بالطاعة يدنا القصيرة ما تفهم يدينا وحسنا مريرة ما عندنا شان وإنها الخطة بالموجود طبعاً الأول والحياة لها موجة كثيرة ما عندنا شان وإنها الخطة ما خرنا مصيرة طبعاً الأول والحياة لها موجة كثيرة ما حنا حبا ربنا حبا جونا حبا سعود والله اني ما هدك كلهم عطهم صامت لا تعطيهم وجه يا رب يا رب شباب شيلوا سعود انا فجك حطان والله أنا عندي أمل مثل ما عندي أمل وأنا أشرب شاهي عندي أمل حتى لو على آخر ثانية وردة تكبيث ينفعني أنا شخصيا والله شدوا والله شدوا أقسم بالله وصل بندر حي عينك يا بندر
انك شنب اجيك. يس على طراق انك ما قصرت عيال. وصل وصل وصل. حي والله عينك يا بندر. طيب الله وجهك وتكب ايه. انتهت الزاوية. انتهت الدولة يا قحطان.
لك كل الشكر والتقدير. هاي 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 يا بندر بندر والله قلت لك يا بندر على الحرام انا اقول ما شاء الله تبارك الله جعل والديك ويا الله وجهه العيال خيانة كد خيانة اللي دعمه هو اليوم بيض الله وجيهكم وإف ثلاثة كلكم بيض الله وجيهكم هاي هاي بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا أخي يا الله الله يرحم والديك الدنيا صغيرة الدنيا صغيرة يا الصلعة وين رحت أي نسمعك 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 لا تبرد صبحك الله خير يا سعود اهلين كيف الحال اخوي ان شاء الله طيب تكفون. ابي اضافه للشخص هذا اضافه شباب بندر خلنا نوصل رقم جديد خلنا نوصل بندر جديد شباب نوصل بعينا 30 36 37 تكفون طلع انت بدك تبدا الموضوع ولا ابدا انا يا ابلع عم اللاحي ها بدك تبدا انت الموضوع ولا انا ابدا ولا نعم الموضوع وعيسى كيف حالك وعيسى ابودي هلا والله كيف حالك طيب شفت مساك الله بالخير يا سعود ترى لو نرجع 10 دقائق اي لو نرجع 10 دقائق جوله حبيه صح ولا اي جوله حبيه ما في احكام صار ابشر من عندي قبل ابشر بس دعم بندر ما يحسب لأن بندر خوينا يعني اسمع نعم 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 يعني خوينا كلنا ما يحسب دعمه يعني بالله عليك بالله عليك ما يحسب على كيفك يعني وش هو هذا يلعب بلوت هو طاق الفيه تقول لي انت طاق الفيه الله يزيد الله يزيد تقول لي الله ليهينك ابو عابد انا ادري مالك دخل في الطبخه انا ضيف يعني اموك ركب اي اي انا كنت بالسياره بس اي كنت بالسياره اي والله الحكم الاول يا ابو عيسى انا ما اسمع ملاحي لا او ساكت يا الله وجهك يا من سعود تبي ملاحي ايه سعود تبي اقول لك نكته تبي اقول لك نكته بسيطه يا سعود يا ابو عابد ابو عابد اوقفك عندي عيال تكون اضافه إضافة إضافة لل سمى أستاذ جويد أستاذ جويد يا لا أبطلع أبطلع وبجيكم عشان ما أصنع ملاح خذ أبد خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك يا اخوي الله يرحم والدي اذا في واحد يرسل لي كل شوي وانا يرحم امك رجال. اذا انت رجال طالع من ظهر رجال ملاحي ما اسمعك القس عند ملاحي خربان يعني اجي خلنا نفصل القس كلنا ونرجع يا سعود ما ينفع كذا كلنا ملاحي اطلع وتعال ما نسمعك سعود والله قدمت لك معروض ما ادري وصلك ولا لا يا سعود لا 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 انت معه معه ها معي 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 انت واقفك اه مع ها واقفك انت راح عندك ولا ها نعم فيك فيك انا بطلع ملاحي انا بطلع والله مو انت مو انت فيك ها اسمعني سعود اسمعك فيك وش فيك؟ ضرب يا ابننا يبونا ابي لا ابيك بحكم يا عتم حكمك احنا بسويه بس تروح معي الحكم والله يوم من عيوني روح غريب انا جول حبيه يعني. انا حسيت اقول فيك قلت ايش بعافك سم سم الحكم الاول انت خليني اتكلم وانت ما قدرت تطلق الميكروفونات اح انحضر انحضر الله شوف فوق لا عاد ليه والله انحضر هي ذمتكم كان شلون وجهه؟ عسى ما هو مرة انحضر انحضر
ليش ينحضر؟ يلا دام انحضر ها؟ احكم عليه يا احكم على احكم على ابو عاطف. ما حكمت على ملاح يا شباب. سد حلقك سد حلقك. كفو. كفو يا ابو قحط. كم لي اعرفك يا سعود؟ تخليه يسبني كذا قدامك والله. اسكت اسكت اسكت. هذه الدنيا هذه الدنيا وانا اخوك. اسكت اسكت. انطم. الحكم الاول شوك. ايه. يا جي كم سكورك؟ ترى مليون مليون و200. ايه مليون و200 سد حلقك. صح ايه. طيب دول حقه ايه بطة كم كم انحضرت بطة 20 مغا رايح لا ما اقدر ما اقدر والله عشان عمليتي تدري انت حقك 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 والله ما اقدر ايه تفضل معجون اسنان في وجهك طيب الحكم الثالث الحكم الثالث تكتب في 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 اللايف تكتب فانز 30 يونيو ها؟ فانز شوي لمدة أسبوع أسبوع 30 يونيو أسبوع أسبوع 3 أيام أسبوع فانز شوي تمام والله حرام أدم أيوه بفك حرام اسمع انصت من القائمة السوداء بدنك لعمت يا ملداحي تمام؟ والله شوفك شيء لا أنت ولا سعود الأيام بيننا بن مدرد ابن مدرد ابن مدرد اشوف كتبت ولا لا لو سمحت كتبت اشوف اصبر ليش ما تحدث شباب صوها لي وسوها لي بسناب لهالدرجة مفتخر بالشيء هذا يعني يا. ابن مدرد هلا انا رخصة منك طال عمرك ايش اللي تبغاه؟ انا والله اني طالع مسكر لايف وعندي شغله طالع عمرك رخصة منك ابد رخصة كذبان في راسك والله ترى الحين ما رديت الاضافه بسناب للحين ما رديت الاضافه والله لا ردها لك والله يا ابدان انا شوف انا عارف من متى ترى مضيفين بعض هنا بالتيك توك شباب والله العظيم والله العظيم ترى انا ابو عابد تدريني كم لي اعرف الرجل هذا ابو عابد لو اقول لك تنصدم اعرفه قبل انا ما ادخل مجال البثوث تدري اسال يوم كان عارف يوم كان معي يوكن زمان ابو عابد تذكر بجاري اقول له سالفه بالضبط يلا سعود الله يحفظك سلمني سعود يا ولد احنا ضايفين بعض هنا رد الاضافه رديتك رديت لك يلا يا بالمدرج تامر عايشين يا بعد روحي شكرا شكرا جعلبوك في الجنه وتراك والله انك ناجح يا سعود الله ياثر فيك شيء والله انك كبير اي والله العظيم وانت عارف هاتي فيك يا ابو اي والله يا ابو قحط يا ابن شمر والله ما هي عشان مشاهدات ولا شيء انت تعرف وش انت بالنسبه لي قبل الشهره غالي علي والله يا بعد روحي والله يا ابو تعلبوك في الجنه والله يطول عمرك والديك يا حبيبي يلا فما كريم يا هلا هلا اخوي ملاحي هذا